قولا واحدا. طيب نروح بقى لتفاصيل تواجدك مع النادي الاهلي ووجودك بقى كلاعب من اللاعبين المميزين فتره مستر مانويل جوزيه واعتماده عليك كان بشكل اساسي وصعودك مع قطاع الناشئين الى الفتره اللي رحل فيها محمد جوده عن النادي الاهلي وكان اسبابها ايه؟ يعني من البدايه طبعا زي ما انا قلت لحضرتك احنا في قطاع الناشئين من واحنا عندنا 11 سنه يعني كان مواليد 79 دول كان معايا احمد صلاح حسني طبعا ابراهيم سعيد حسن مصطفى امير عبد الحميد مش عايز انسى حد تقريبا دول الناس الناس اللي كملت صعدت الفريق الاول سنه موسم 96 97 كنت بتمرن قبليها مع مستر هولمان بعد كده مستر توبل اعتمد عليا بصوره اساسيه مرورا بقى بمدربين كتير جدا بومفرير فيريرا وصولا كنت حلقه الوصل برضو ما بين اجيال جامده يعني لو تفتكر النادي الاهلي حصل على الدوري 7 سنين ورا بعض كده يمكن انا لحقت سنتين منهم وبعد كده يعني مشينا كويس مع مستر تسوبل خدنا برضو 2 دوري ومشينا كويس جدا بصوره كويسه جه بعديه مستر مانويل الفتره الاولى وبعد كده مشي وجي الفتره الثانيه يعني طبعا يعني الحمد لله الحمد لله يعني مش عشان انا يعني لعيبه كتير قالت ومحللين اي حد هيلعب في النادي الاهلي هياخد بطولات ولكن بعتز جدا بالفتره اللي انا كنت فيها موجود في النادي الاهلي. مين اكتر مدير فني انت يعني طلع من جوه جوده كل حاجه؟ هو بص يعني اكتر مدير فني بصرف النظر عن هو طلع او يعني تحس ان لعيب الكوره كده كل لعيب كوره كده ليه سنه سنتين لو حضرتك تفتكر هشام حنفي لو حضرتك تفتكر الفتره اللي بقى جامد فيها دي كانت مع مستر هشام اول لما طلع كان زي الطلقه اي حد كده يعني مش هشام مش موضوع ان هو عندنا مشكله عندنا مشكله كبيره جدا كلنا والكره المصريه كلها في الاستمراريه انديه بره حتى ما بتيجي تتعاقد مع حد ما بتبصش ان ده تالق في ماتش او ده احنا هنا ممكن النادي الاهلي صح حد يلعب ماتش كويس جدا قدام النادي الاهلي يحرز هدفين او حاجه تاني سنه نلاقيه في النادي الاهلي والعكس مع نادي الزمالك ولكن الاستمراريه دي مشكله عندنا كلنا يعني فاكتر موسم يعني الحمد لله كنت كويس تقريبا احرزت 12 13 هدف وكان مع مستر بومفرير وعملنا بدايه احنا الموسم ده خسرنا الدوري لو حضرتك تفتكر بهدف سيد عبد النعيم لو حضرتك تفتكر طبعا قعدنا الدوري كان 26 اسبوع قعدنا 25 اسبوع احنا متصدرين لغايه مباراه امبي دي ايه حقيقه الكلام اللي كان قاله بومفرير ان الاهلي يتقال له ما تاخدش البطوله ديت وحاجات لا الكلام ده انا يعني يمكن ضحكت عليه يعني انا مستحيل انا يعني هرجع تاني يمكن قلتها في كذا حته هشرح لحضرتك احداث المباراه دي في عجاله سريعه منظم قوي ما شاء الله عليك لا منظم لا يعني الفكره ان كان كابتن وليد صلاح الدين هو كابتن الفرقه زي ما حضرتك تبقى جاي كده شغلك ضامن ان انت هتعمل شغلك 100% فدي في الكوره مش موجوده احنا اتكلمنا ازاي نحتفل بالدوري مع امبي على عندنا إمبي. عندنا ماتش بنتكلم في اوضه اللبس ازاي نحتفل بالدوري ودي في الكوره حاجه خطر حاجه صعبه جدا 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 وان كنا متفوقين جدا في المباراه دي وضاعت فرص كتير جدا سواء مني من احمد بلال من محمد فضل من ابراهيم سعيد يعني مفيش حد ما ضيعش ولكن قلنا هنقلع لك انا لقطات من هنقلع التيشيرتات ونحذفها على الجمهور وعايزين نحتفل احتفال منظم لو حضرتك تفتكر الاستاد كان مليان كان في استاد المقاولين الزمالك والاسماعيلي تقريبا تانية. كان في 50 واحد مصر كلها عارفه ان الاهلي رايح يحتفل ولكن ده اثر علينا بصوره كبيره جدا يمكن برضو وانا مدرب بحكي يعني بحكي الموضوع ده كتير جدا للعيبه سواء ما كنت في قطاع الناشئين طلاع الجيش او الفريق الاول بحكي لهم كتير جدا ان مفيش حاجه مضمونه في الكوره مفيش حاجه مضمونه تخيل الاستاد متقفل نادي انبي طبعا حضرتك عارف ملوش جمهور خالص احنا بنتكلم ازاي نحتفل مش بنتكلم نركز ولا لا ازاي نحتفل فدي اثرت علينا بصوره كبيره جدا يعني لكن الموضوع ملوش علاقه بالكلام اللي قاله بومفرير انه اتقال الاهلي لا خالص اطلاقا لا ولا انا ما اعرفش يعني جابها منين هو مين مصدر الخبر اصلا ما افتكرش ان هو يقول حاجه زي كده يعني يعني ما افتكرش لا ما افتكر انا يعني حتى قعدت ادور مين مثلا قال بره ما اتقالش الصحفي اللي كلمه او مين حاجه ما قدرتش اوصل يعني بس صحيح. كلام صعب جدا تخيل انت يعني انت تتخيلها نتغلب عشان ايه يعني ما فيش مبرر وده ما بيحصلش اصلا مستحيل ما بيحصلش يعني